مع انتشار الإصابة بفيروس كورونا في العالم، دول كتير ومنهم مصر أخذت إجراءات مهمة عشان تقلل اختلاط الناس ببعض. على قد ما التباعد الجسدي وعدم الخروج من البيت ممكن يكون صعب على ناس كتير، لكنه من أحسن الطرق لتقليل العدوى، لأن العدوى بفيروس كورونا ممكن تنتقل من شخص للتاني حتى والشخص المصاب مش باين عليه أي أعراض. وهنا بيجي دور الأفراد في إنهم يتعاملوا بمسؤولية ويفضلوا في البيت عشان يحموا كبار السن وكل اللي مناعتهم ضعيفة ويقللوا من انتشار المرض بشكل عام. خليك في البيت، ولو كنت مخالط لحالة إيجابية أو ظهرت عليك أعراض السعال الجاف وضيق التنفس وارتفاع الحرارة، اتصل بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 و15335 للحصول على معلومات والمعرفة أماكن المستشفيات. وبكده تقدر تساهم في إنك تحمي نفسك واللي بتحبهم ومجتمعك كله.